وللمزيد حول الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق واعتراف الكاظم بها وتحميل الحكومات السابقة أسبابها، تنضم إلينا الدكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية عبر الهاتف من عمان. أهلا ومرحبا بك دكتورة. دكتورة هدى، إلى حد الآن حكومة الكاظمي لم تقدم أي خطوات عملية للشروع أو البدء بمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. هل القضية متعلقة برؤية للمعالجة متدرجة زمنيا أم ليس هناك من رؤية أصلا؟ نعم، تحية لكم وللسادة المشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني من سؤال حضرتك، نعم هنالك غياب رؤية. الآن أصبح واضحا أنه هنالك غياب رؤية اقتصادية سياسية بشكلها الصحيح، يعني التنفيذي وليس فقط بشكلها المعنوي الكلام وإلى آخره. لذلك كما ذكرتم في تقريركم، نلاحظ أن هذه الأزمات التي يمر بها العراق أصبحت ذات ثلاثية الأبعاد، قد تكون ما بين النفط وما بين وباء كورونا وما بين أزمة الاقتصاد أساسا منذ 2003 إلى يومنا هذا. هذه الأزمة المتعددة الأبعاد جعلت من أنه عدم قدرة الحكومة على استيفاء رواتب الموظفين. نعم، هي هذه المشكلة هي مخرجات للحكومات السابقة، وبالتالي الحكومة الحالية عندما جاءت كانت هذه المشكلة، ولكن أيضا هنالك مشاكل أخرى على هذه الحكومة أن تعمل على حلها حتى تستطيع أن تأخذ الخطوات المقبلة في حل الأزمات الاقتصادية. وإلا إذا لم تستطيع أن تعمل على حل هذه الأزمات وبالتالي إيجاد منافذ و يعني محاولة الحصول على استدامة مالية بعيدة عن النفط، وذلك باللجوء إلى المنافذ الحدودية وإلى المنافذ الأخرى التي يمكن استحصال منها الأموال كالضرائب على سبيل المثال والأشياء الأخرى التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار حتى تستطيع أن تعمل على استيفاء الرواتب، وإلا نحن في مشكلة كبيرة جدا إذا ما ذهبنا إلى الاقتراض. نعم. طيب، اللجنة المالية النيابية يعني تقر بوجود عجز وتتهم الحكومة بالتقدم لطلب اقتراض بمبلغ يفوق حاجتها الفعلية بما يقدر 19 تريليون دينار لما تبقى من السنة المالية الحالية التي توشك على الانتهاء. هذه المبالغ الخيالية تندرج ضمن إطار الفساد المالي أم أن الحكومة فعلا تحتاج إلى هذه المبالغ للقيام ببعض الإصلاحات كما تقول؟ نعم، يعني حتى لو كانت أنه الدولة في حاجة إلى هذا المبلغ الذي ذكرتموه وهو 19 تريليون دينار، هذا المبلغ الذي نحن بصدده كان ممكن يعني بشكل بسيط جدا أن يمكن أن يستحصل بالرجوع مرة أخرى إلى المنافذ الحدودية. في فترة سابقة تم التركيز على هذا الموضوع. 19 تريليون دينار هي الفرق، يعني الحكومة طلبت اقتراض 41 تريليون دينار. نعم طلبت 41. نعم صحيح، لكن هذا بدنا نتكلم عليه، سواء الفرق بالعجز او سواء ما طلبته الدوله، هذا سوف لن يحل مشكله، قد يحل مشكله لمده شهر او شهرين في القادمين. ولكن ايضا انت دائما يعني يجب ان نفكر ان اللجوء الى البنوك للاستدانه هذه مشكله. والمشكله الاكبر اذا في حاله رجع العراق للاستدانة من الخارج، يعني من صندوق نقد الدولي إلى آخره. لماذا؟ لأننا الآن لا يوجد لدينا موازنة، وبالتالي عندما عدم إقرار موازنة 2020 وإلى حد الآن لم توضع موازنة 2021، هذا يجعلنا أننا من الصعب أن نعمل على الاستدانة الداخلية. وبالتالي أيضا عند الرجوع إلى الخارجية الاستدانة الخارجي، هذا سيشكل أيضا خطرا كبيرا على الاقتصاد العراقي وعلى العملة العراقية. وبالتالي إحنا اللي المشكلة التي في صددها الآن، إحنا الأزمة الاقتصادية ستتحول إلى كارثة كبيرة، وبالتالي لن تحل هذه المشكلة بسهولة. نعم دكتورة، سؤال أخير وبسرعة لو سمحت، يعني لماذا تعتمد حكومة الكاظمي دائما على أو الحكومات السابقة أيضا على قضية الاقتراض وتهمل القطاعات الأخرى التي يزخر بها العراق ومن الممكن أن تغنيه؟ نعم صحيح،
يعني هذا أيضا جزء من الجانب السياسي للتعامل الحكومي اللي سواء في هذه الحكومة الحالية والحكومات السابقة. يعني هنالك مشكلة كما يعلم الجميع، هي مشكلة الحكومة العميقة وبالتالي سيطرتها على موارد الدولة. وكلما حاول أحد من يعني الذين جاءوا على سدة الحكم أن يعملوا على السيطرة على هذه الجهة، يعني كانوا يجابه ولا زالوا يجابه بمشاكل كثيرة، وبالتالي يتم الابتعاد عن هذا الملف. في حقيقة الأمر يجب ضرب يعني بيد من حديد حتى تستطيع أن تعمل الأمور بشكلها الصحيح، وبالتالي تقضي على هذه الدولة العميقة التي هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى اقتصاد العراق وبالتالي حتى على سياسة العراق. نعم، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.